يا صباح الخير والفل والسعادة، صباح الفخر. خليني أقول يعني يمكن الأيام اللي فاتت شهدنا، وتحديدا يعني يوم الخميس اللي فات شهدنا حاجة جميلة جدا. كل العالم، مش هقول بس كل الأهلوية، كل العالم كان بيتابع اللي بيحب النادي الأهلي واللي مهتم بأخبار النادي الأهلي، لأن كانت حاجة جميلة جدا. وهحكي لحضراتكم أكيد كواليس كل حاجة حصلت، بس في الأول لازم أصبح عليك كريم وجد ليك وحش والله العظيم. صباح الفل، وأنت كمان والله بتقدري جدا في حلقة يوم الأربعاء، وطبعا لازم نعرف منك كل التفاصيل. بس الاول تعالي نعرف الناس هيكون معانا ايه في حلقه النهارده، وبعد كده تحكي لنا بقى كواليس الايفنت المحترم الشيك الراقي اللي كلنا اتفرجنا وسعدنا. لا انا رايي نبدا بحاجه ثانيه خالص. ايه بقى؟ نبدا بدي. الله الله الله، مش انت كنت طالبها مني؟ حصل يا حضرتك. دوم من الاقصر. ما لقيتلكش اللب بقى، انت كنت طالب سوداني. سوداني؟ فين السوداني؟ معلش بقى كريم عديها. بس حاجه جميله، حاجه جميله جدا. بس ده بقى بيتاكل يعني، بيتاكل كده ولا؟ ابتديت حلقه يوم الاربعاء بان انا طبعا ايه تمنيت لك كل التوفيق بطبيعه الحال، وقلت للناس عشان برضه يبقوا حاضرين معانا كواليس البرنامج، قلت لهم انا اتفقت مع الهواند على الاتي: عدد واحد كيس دوم مكسر وقد كان، وعدد واحد كيس فول سوداني. وان ده ما حصلش لاي سبب من الاسباب هصعد الموضوع الى اعلى المستويات. طب يعني بس كده إيه؟ تمام، انا مرضي وزي الفل ويدوم العز. لا هي الاقصر طبعا هنتكلم في كل الكواليس دي، بس جميله يعني، والناس هناك اجمل بصراحه. طبعًا طبعًا. يعني اهالي الاقصر هناك قد ايه كانوا فرحانين بيه ده، وقد ايه كانوا فرحانين بالاهلي. يعني كان ناس كتير بتوقفنا في الشارع قعدوا يتكلموا معانا، وربنا مع المنتخب، وربنا قصدي مع الفريق، وربنا ان شاء الله يوفق الاهلي. دعوات 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 دعوات، حاجه جميله، حاجه بجد يعني جميله جدا. على كل حال خلينا بس ننوه زي ما انت قلت كده بدايه عن الفقرات اللي معانا النهارده واول الاسبوع. هيبقى معانا فقره اولى عن منتخب مصر الدراجات، وفقره عن مشوار الاهلي في افريقيا مع الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. هنتكلم معاه طبعا في ملفات كتيره جدا، وبرضه هنتكلم معاه عن يعني سفريه الاقصر والافتتاح، لان هو كان متواجد معانا هناك. بس خلونا الاول بعد اذن حضراتكم، قبل ما نبتدي معاكم سلسله اخبارنا، وقبل ما نعرف من هواند كواليس هذا الايفنت المحترم الراقي اللي كلنا يعني اتشرفنا بيه يوم الخميس الماضي، عايزين نقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره وايضا المدير التنفيذي كلهم تقدموا بخالص التعازي لكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي في وفاه والده الذي وفاته المنيه امس، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. واحنا طبعا بدورنا بنتوجه بخالص التعازي للكابتن جوهر نبيل. يعني اكيد كل التعازي كابتن جوهر، وكلنا اكيد يعني زعلانين على هذا الفقد. ان شاء الله ربنا يرحمه ويعني يرزق حضراتكم اكيد بالصبر. خلينا بقى ننتقل دلوقتي، لان برضو الحديث لما تبقى جوه الكواليس وشايفها الى حد كبير بتختلف. احنا بنتكلم عن تاني الحدث الكبير اللي هيضل يا كريم حديث، يعني زي ما انا قلت اهالي الاقصر وكل الاهلاويه في كل مكان في العالم. لان انت لما تقول النادي الاهلي يعني نادي عريق، يعني بتتكلم عن 114 سنه، يعني كيان كبير جدا موجود دلوقتي في جنوب الصعيد زي ما حضراتكم شايفين. برضو طبعا تابعتوا اكيد يعني على مدار الايام السابقه الافتتاح. الحقيقه كمان عايزه اقول وانا بقدم الحفله يعني كنت حاسه بفخر، وكان في كده الى حد كبير برضو عارف يعني انا قدمت حفلات كتير جدا وحاجات يعني رسميه وغيره، بس ان انت واقف قدام يعني ضيوف في غايه الاحترام والتقدير والمكانه، وكمان عارف ان انت في ملايين بيتفرجوا عليك، فبرضه ليها رهبه. يعني مهما كنت محترف، مهما كنت يعني واثق من نفسك، برضه بيكون ليها رهبه كبيره. ولكن افتتاح كان جميل بشهاده الكل بصراحه، الحمد لله رب العالمين. وفكره هنا طعم الانجازات اللي دايما الاهلي بيحققها اكيد ليها ميزه عند كل اللي بيعشقه، كل اللي بينتموا لكيان النادي الاهلي. بس اكيد هنرجع نقول تاني الشراكه المميزه بين النادي الاهلي وشركه استادات اكيد حاجه كبيره وحاجه تفرح. المجهود كمان المبذول في تنظيم الافتتاح، يعني مش عايزه اقول لحضراتكم والله العظيم من ساعه ما وصلنا المطار لغايه لما رحنا المطار عشان نسافر، احنا تقريبا ما نمناش غير عدد ساعات قليل جدا. كل الكرو من اصغر واحد لاكبر واحد كان حريص يا كريم ان هو يبذل مجهود علشان الصوره تطلع بشكل محترف لحضراتكم شفتوه. وبصراحه برده انا عايزه
تحيه للاستاذ ايهاب الخطيب. انا عايزه يعني رئيس قناه بس بصراحه والله العظيم من قلبي بقولها، هو كان اي حاجه تطلبها منه هو واخد باله من كل حاجه بصراحه والحق يقال، وانت عارفني انا مش من الشخصيات اللي بتجامل خالص. هذا الرجل من اصغر حاجه يعني طالبينها لاكبر حاجه، هو عايز كل حاجه تبقى متوفره، بخصوصا انا واحمد سمير مقدمي الحفله عايزنا نبقى مرتاحين جدا. يعني بصراحه انا بشكر حضرتك وبشكر كل الناس والاستاذ باسم عزمي، كل الناس اللي كانت موجوده حقيقي كانوا حريصين جدا ان كل حاجه تطلع بشكل محترف، وان احنا كمان كمقدمي الحفل نبقى مرتاحين. بقول لك كل ده انعكس بقى بالايجاب على الصوره الشكل العام واحنا قاعدين بنتفرج. لا حقيقي حاجه تفرح وحاجه تدعو للفخر، حفله شيك راقيه، الحضور شيك، الايفنت ذات نفسه، فكره ان في اهل الاقصر دي بحد ذاتها انجاز جديد بطبيعه الحال يضاف لسلسله انجازات كبيره جدا وعظيمه جدا كلها مرتبطه ومقترنه باسم هذا الكيان المحترم النادي الاهلي العظيم. عايزين نتكلم كمان عن حاجه مهمه جدا في مشروع الاهلي الاقصر، وهي الحقيقه خبرات شركه استادات الوطنيه، الشركه المصريه الكبيره صاحبه الشراكه الاقتصاديه مع نادي القرن اللي نتج عنها اهلي الاقصر، واللي بيظهر ده طبعا بشكل في منتهى التميز. كل ده بيجي بعد نجاح مشروع الوحده الاقتصاديه بين الطرفين، واللي ابتدى من خلال استاد الاهلي والسلام، وايضا تطوير قناه النادي الاهلي وباقي المشروعات داخل هذه الوحده الاقتصاديه. هنا بنقول تاني فعلا اهلي الاقصر محل فخر لكل الاهلاويه في كل مكان، يعتبر هو النادي الاكبر على الاطلاق في هذه المحافظه، مساحته حوالي 13 فدان ان ما كانش اكتر من كده، بيشمل ملعب قانوني لكره القدم مجهز بمدرجات تتسع لحوالي 5000 متفرج، ملاعب متنوعه للالعاب الجماعيه وللالعاب الفرديه، حمام سباحه اولمبي، صاله مغطاه بمساحه فدان ونص تقريبا، حاجه كبيره يعني بكيان كبير في الصعيد. لكن برضو نرجع ونقول سيبك بقى من الايفنت نفسه عشان احنا كلنا شفناه وشاهدناه وعرفنا ايه اللي حصل جواه، الكواليس بقى من اول ما وصلت الدنيا عامله ازاي؟ الجو كان عامل ازاي؟ اهل الاقصر اخبارهم ايه؟ بص الجو بصراحه الصبح حر جدا، بالليل حلو جدا طبعًا. ده بقى طبعًا. الفرق بالليل حلو جدا، لا انت بردان ولا انت حران، الجو حلو، بتتنفس هواء نظيف، الكلام ده كله. الصبح بصراحه كان حر شويتين طبيعي. بطبيعه الحال كواليس عايزه اقول لك احنا وصلنا يوم الاربع، فطرنا بعدين كل واحد ريح شويه لان الطياره كانت الفجر فكنا تعبانين. جه بعد كده عندنا بروفا، قمنا طالعين بعد ما اتفرجنا على ماتش الاهلي، قمنا طالعين على الموقع يعني وقعدنا نعمل بروفات لغايه وقت متاخر جدا، رجعنا نمنا صحينا ابتدينا مراجعه ابتدينا تحضيرات، وبعد كده بقى ابتدى اللبس والتجهيز والحاجات زي كده. ده اخر يوم بقى خالص بعد الحفله أصيل. بس الحلو كمان ان انت بعد ما خلصت بقى ونازل، ويعني طبعا كباتن وابطال في الاهلي يعني من الفرق القديمه كانت يعني ايام زمان كانوا موجودين كتير، كانوا قاعدين ومبسوطين وقد ايه الكلام الحلو يعني تسمعوا منهم، انتوا نورتونا، انتوا شرفتونا، حاجه جميله، برافو عليكم، مش عارف ايه، مش انا واحمد سمير بس يعني الفريق كله اللي كان بيعمل، فحلو ان انت تسمع ده يعني تحس ان ايه اهلك بيدعموك او اهلك بيقولوا لك كلام حلو، بصراحه ده كان جميل. وشركه استادات برضو خليني اقول لك الناس هناك تعبت جدا، ونسمه برضو السوشيال ميديا كانت قايمه بدورها بشكل كبير. يعني بص لا الحمد لله كل حاجه كانت كويسه، وطبعا زي ما حضراتكم تابعتوا كان في حضور يعني من شخصيات في غايه الاحترام زي ما كنت بقول، طبعا كابتن محمود الخطيب كان موجود في الاحتفاليه اللي احنا شفناها، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وزي ما انا قلت كمان مجموعه كبيره جدا من الشخصيات الهامه، وكمان المهندس ستيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات والعضو المنتدب، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي يمكن دلوقتي وانا بتكلم موجودين، سياده العميد مرجان، وعدد طبعا من رموز ونجوم القلعه الحمراء والشخصيات العامه. زي برضو ما حضراتكم تابعتوا احنا ابتدينا بالنشيد الوطني، وبعد كده كان في فيلم قصير عن تاريخ الاهلي وعن انجازاته، وكان في فيلم عايزه اقول لك الافلام اللي اتعرضت دي كانت جميله جدا أكيد. بجد أكيد. وعن الاهلي الاقصر، وطبعا كان في كلمات من كابتن محمود الخطيب ودكتور اشرف صبحي والمهندس سيف الوزيري، وعروض فنيه كانت موجوده، يعني حاجات جميله والله كانت ناقصاكم، بس ان شاء الله يعني يبقى فيه دايما مزيد ومزيد من الانجازات بيقدمها لنا النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف كده تقرير سريع جهزناه لحضراتكم عن الحفل ونرجع نكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم جميعا في ليلة جميلة من أرض الحضارة والتاريخ من الأقصر. مساء الخير على جمهور الأهلي العظيم في كل مكان بيتابعنا دلوقتي. مساء العمل والنجاح والإنجاز والعطاء. الأهلي النهاردة بيكتب بداية تاريخ جديد، والنهاردة الحقيقة كل حد بيشارك في الحدث ده، كان اسم كان مكان أو كان كيان، بيجمعوا صفة واحدة، صفة مرتبطة بالقوة أو بالصدارة أو بالحضارة أو بالتاريخ. الحقيقة ليلة مبهجة من ليالي سحر النيل، سحر الأقصر، سحر مدينة طيبة، وإحنا في افتتاح آخر بينم على دور الدولة المصرية في إطلاق الاستثمار والرياضة والمشروعات. النهاردة بنشارك نادي الأهلي وبنشارك الشركة الوطنية السادات في هذا المحفل الكبير لافتتاح فرع آخر من فروع النادي الأهلي بمدينة الأقصر. نالي يسعدني ويشرفني أن أكون بين حضراتكم اليوم في افتتاح هذا الصرح الكبير. من أرض الحضارة نتطلع للمستقبل، نبني ونعمر ونطور لصالح مصر الغالية. من الأقصر بلد الحضارة العريقة التي أبهرت العالم كله لتحكي التاريخ بأروع الحكايات، واليوم يطل علينا نادي التاريخ من بوابة التاريخ، حيث يبرهن النادي الأهلي دوما أنه مؤسسة وطنية كبرى قدمت مواهب عظيمة وأمدت المنتخبات الوطنية بنجوم كبار في كافة الألعاب ورفع علم مصر في المحافل الدولية. ومن أرض الطيبة والكرم والأخلاق مدينة طيبة تحكي لنا اليوم نتيجة التعاون والشراكة المثمرة بين شركة استادات والنادي الأهلي، وهي قصة نادي الأهلي الأقصر. النادي الأهلي نسعى، مجلس إدارته نسعى أن يساهم الأهلي في إتاحة فرص أكثر لمواهب الصعيد إن شاء الله في الأوقات القادمة بإذن الله. وإن شاء الله إحنا مستمرين في أداء رسالتنا ودورنا المجتمعي تجاه بلدنا، ومستمرين أيضا في التعاون مع كل الشركات الوطنية المصرية. مبروك أهل الأقصر، وكل الشكر والتقدير لجماهيرنا وأعضاء النادي الأهلي لدعمهم المستمر ليبقى ويستمر دائما الأهلي تاريخ مبادئ تطوير. الفخامة والشياكة والرقي، طبعا كل دي حاجات تتماشى، كل التماشي مع قيمة وقامة النادي الأهلي. يا سواريهاتك يا سواريهاتك، ايه رأيك بقى؟ حاجة في الأناقة، حاجة في الشياكة. واحمد سمير كان متألق، انتوا عملتوا شغل جميل على الحقيقة. الحمد لله. يعني كنا أصبص في الأول في الآخر انت لازم تمثل برضو الكيان اللي انت بتنتمي ليه، فكنا عايزين حاجة كده ديسنت إليجنت محترمة جميلة بس. وطلعت كما أردتم تماما. طيب انا عايز بقى اقول لحضراتكم ان يعني من ضمن الحاجات اللي كانت ملفته جدا للنظر ضمن سياق كلمه كابتن محمود الخطيب، من ضمن الكلام اللي قاله، قال ان افتتاح اهلي الاقصر هو بدايه وليس نهايه، وقال ان مجلس اداره النادي بيسعى لاتاحه الفرصه كامله وبشكل اكبر بكتير من قبل كده لكل المواهب المتواجده في منطقه الصعيد، وهو مستمر في اداء الرساله وفي الدور الوطني تجاه المجتمع وتجاه بلدنا الحبيبه مصر في ظل الحرص على التعاون مع كافه المؤسسات الوطنيه الموجوده في البلد. طبعا كلام في منتهى الاحترام وفي منتهى الوطنيه، كونه كمان بينطلق من الاقصر ومن قلب مدينه طيبه. اهلي الاقصر طبعا ده مش انجاز للنادي الاهلي بس، لكن كمان بيجسد
دور الدولة المصرية في إطلاق الاستثمار الرياضي وفي إطلاق المشروعات الرياضية الكبيرة، وده بيعتبر فرصة ذهبية لشباب الصعيد كمان، لأن هي أهلي الأقصر يعد واحد من أكبر الصروح للخدمات الرياضية المتاحة في هذه المنطقة على الإطلاق. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير تاني خلال حفل الافتتاح ولقاءات مع الأستاذ سيف الوزيري وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الحمد لله النهاردة ده كان تكملة لمشاريع المجموعة الاقتصادية، وإن شاء الله بإذن الله لسه عندنا تطوير جاي خاص بالمجموعة وخاص بمشاريع أخرى خاصة بشركة استادات. ده إحنا عندنا هدف إن إحنا نتوسع في جميع محافظات مصر عشان نقدم منتج جيد يليق ب يعني يليق بأهل المحافظات دي، وإن شاء الله هنفضل مكملين لغاية لما هيكون عندنا فروع لأندية كتيرة جدا خاصة بالنادي الأهلي وبأندية أخرى إن شاء الله، علشان نوصل لكل مستخدمي مصر إن شاء الله بإذن الله. طبعا هو الأندية ما هياش أندية رياضية فقط، يعني الدور الثقافي والدور الاجتماعي الخاص بالأندية هو ده الأساس، والنهاردة إن إحنا عشان نركز مع النشأ ونركز مع الشباب لازم بنخش على الـ يعني بنتكلم في رياضة وبنتكلم في تثقيف المجتمع عشان حتى نزود الوعي الرياضي عند المجتمع. طبعا الحمد لله إحنا بنبارك ألف مبروك لأهل الصعيد، ألف مبروك لأهل الأقصر، إن شاء الله تبقى بداية زي ما كابتن خطيب قال، زي ما سيادة الوزير أشرف صبحي قال، ألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية، وإن شاء الله بإذن الله عقبال فرع التجمع الخامس عشان خاطر الأهلي يكون حقق جزء من أحلام وطموحات جماهيره، جزء من أحلام وطموحات جمعيته العمومية. الحمد لله يمكن زي ما قلنا قبل كده كابتن خطيب ببرنامجه الانتخابي من أول يوم 1/1/2018 لغايه وقتنا هذا احنا بنسابق الزمن عشان خاطر اعضائنا، بنسابق الزمن عشان خاطر جماهيرنا، بنسابق الزمن عشان خاطر بلدنا. يمكن احنا قلناها قبل كده، فرصه مؤسسات دوله قويه، فرصه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني وبيتحرك زي ما سياده الوزير قال، زي ما كابتن الخطيب قال، فرصه اللي مش هيستغل هذه الفرصه في وجود رئيس دوله قوي مش هيبقى عنده فرصه تاني يستثمر، مش هيبقى عنده فرصه تاني يبقى مواكب التنميه اللي بتحصل. النادي الاهلي دايما سباق، يمكن هنقول برضو تاني اول مؤسسه فكرت بره الصندوق، اسم النادي الاهلي كبير اما بيستغل في اي مكان بيعمل حركه كويسه الحمد لله. يمكن النهارده وجود اسم النادي الاهلي في جنوب الصعيد ده دور النادي الاهلي الوطني كمؤسسه رياضيه وطنيه دايما بتشتغل في ظهر مؤسساتها في ظهر الدوله المصريه بمنتهى القوه. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه واعضاء النادي الاهلي الكرام، مبروك لينا جميعا، مبروك لمصر، مبروك لانطلاقه قويه جدا داخل ارض الصعيد، مبروك الحقيقه لكل من ينتمي الحقيقه للصعيد وللنادي الاهلي. اعتقد حدث تاريخي كبير، انطلاقه بدايه في ان شاء الله المزيد خلال الفتره الجايه في محافظات اخرى باذن الله. النادي الاهلي الحقيقه عايز يروح لكل محافظه في مكانها، عايز يجتهد انه يقدم مشروع مجتمعي قوي اقتصادي استثماري قوي جدا لمصر ولشعب مصر. ده دور النادي الاهلي، دور النادي الاهلي الوطني، دور النادي الاهلي تجاه البلد، دور النادي الاهلي دايما انه يدعم الشباب ويدعم الخدمه المجتمعيه ويدعم الطموح المصري الحقيقه لمزيد من التجديد والتطوير. هو ده النادي الاهلي، وده الحقيقه يمكن الرساله دي بقت موجوده في القياده السياسيه بقوه. النهارده يوم من ايام النادي الاهلي الجميله، النهارده بتفتتح مولود جديد من مواليد النادي الاهلي. النادي الاهلي بعظمته وريادته وتاريخه من 1907، تاريخه الممتد ل شوف حضرتك بقى من 1907 كم انجازات في تاريخ الكره المصريه والرياضه المصريه بمختلف انواعها. اللجنه الاولمبيه اول اجتماع ليها كان في مقر النادي الاهلي، فالنادي الاهلي هو جزء اصيل من الحركه الرياضيه والاجتماعيه في المجتمع المصري. الحمد لله طبعا يعني ربنا وفقنا بالاشتراك مع شركه استادات، شركه وطنيه بتعاون مع الدوله، ان احنا نفتتح فرع جديد للنادي الاهلي في الصعيد في مدينه الاقصر. حاجه الحمد لله مبشره النهارده طول النهار واحنا عاملين نتفرج على اهل الاقصر وفرحتهم بوجود النادي الاهلي، اللون الاحمر مغطي على الاقصر كلها النهارده، فحاجه جميله، حاجه بتدي نوع من الامل الجميل
لحركة الرياضة في مصر إنك تفتتح فرع جديد في مدينة في الصعيد، ده خطوة لفروع إن شاء الله تانية للنادي الأهلي في محافظات مصر المختلفة. اللي جاي دايما إن شاء الله مزيد من النجاحات، طالما في ناس كتيرة قلبها فعلا على النادي وبتفكر في المستقبل. زي ما حضرتك شفت المشروعات كلها اللي بتحصل الأيام دي أو اللي بتفتتح الأيام دي، مش مشروعات هنستفيد بيها النهاردة بس، ولكن بعد سنوات وسنوات وسنوات. معناها إن كل واحد فعلا قلبه على استمرارية ونجاح النادي الأهلي على المدى الطويل. نستنى منها طفرة جديدة في الرياضة المصرية، لأن النادي الأهلي ركن من أركان الرياضة المصرية الأساسي اللي دايما بيحصل التطوير جوه النادي، وبعدين يحصل زي تشعب في بقية المجتمع. دايما النادي الأهلي هو القدوة. دخول الاستثمار بهذه القوة والاقتصاد بهذه القوة في تنمية الرياضة، مش بس الأندية الرياضية ولكن مراكز الشباب واجتماعيا، وأنك تكون في موجود في كل الأنحاء. يعني احنا النهاردة دلوقتي في طيبة في الصعيد، أنك تقدر توفر الخدمات دي لأهل النادي الأهلي وأهلنا وأسرتنا في كل حتة، دي حاجة الحقيقة أهم من العوائد اللي ممكن توصل لنا استثماريا. وألف مبروك لكل المنتمين للنادي الأهلي، أعضاء وجماهير وفرق نشاط رياضي، وإحنا كأعضاء مجلس إدارة أنا سعيد جدا بيوم زي ده، فخور جدا بوجودي النهاردة في اليوم ده، وفخور جدا بوجودي في المجلس ده. الحمد لله يعني كل يوم ربنا بيدينا يعني كرم كبير من ربنا وفضله وإنجازات كتير، الحمد لله نشكر ربنا عليها، وبنوعد بإذن الله إن شاء الله جماهير وأعضاء النادي الأهلي بالمزيد إن شاء الله. طبعا اللي بيحصل النهارده مش مجرد يعني هو اكبر بكتير من مجرد افتتاح فرع في 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 محافظه، الموضوع كبير جدا. موضوع انك ازاي بتوصل لاقصى الصعيد، بتوصل باسم النادي الاهلي وبامكانياته وخبراته في مجال الاداره ومجال الرياضه لاقصى الصعيد، عشان تقدر توصل لجماهيرنا ولاعضائنا الموجودين في الصعيد، وتقدر تنقل لهم خبراتك، وبالتالي تقدر تديهم متنفس او فرصه ان هم يلاقوا فرصة ان هم يعني نجمهم يبزغ ويبرز في النادي الاهلي. احنا ممكن من اول يوم شغالين على برنامج واضح، هدفنا الوصول لكل جماهير النادي الاهلي في كل انحاء الجمهورية. النادي الاهلي يعني جمهوره ليه حق علينا كبير. يمكن احنا انطلقنا النهارده من قلب الصعيد محافظه الاقصر، ويمكن يعني ده نتاج عمل الوحده الاقتصاديه، والحمد لله. انا ببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك لاعضائه، وخصوصا لاهلنا في طيبه الاقصر. النادي الاهلي قوه كبيره جدا، اهل الصعيد يمكن معظمهم اهلاويه، من انا احتكيت بمعظم اهل الصعيد، انا بمثل من الجيزه لحد اسوان، فهم معظمهم مهتمين بالنادي الاهلي، منتمين جدا. فكره النادي الاهلي ده كان دايما يطالبوا بيها، كلهم عايزين ان هم نادي موجود في وسطهم يقدروا ان يطلعوا اولادهم ويشاركوا، وان انت تبني ابطال. والله الواحد سعيد النهاردة، الحمد لله اليوم جميل والفرع حاجة تفرح، وزي ما انت قلت حلم كان كبير لينا كمجلس إدارة ان احنا نبدأ يبقى في نادي الأهلي في المحافظات، والنهاردة الخطوة الأولانية، وان شاء الله نكمل بعد كده في محافظات تانية. نوعدهم بتقديم كل الخدمات اللي تليق باسم نادي الأهلي، سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى النشاط الرياضي. المكان الفاسيلتيز بتاعته والإمكانيات بتاعته هايلة كبداية، وهيبقى فيه بإذن الله حاجات تانية كمان في القريب العاجل، وإن شاء الله زي ما قلت نقدم لهم الجودة بتاعة عضو النادي الأهلي اللي متعود عليه. تقرير من التقارير اللي اتذاعت يعني يوم الحفله، كان في عمل اغنيه بقى كان عن اهل الاقصر، بقى عن الاقصر تحديدا، وحطوا اغنيه انت بلاد طيبه. انا قعدت بقى اغني، كنا واقفين على جنب كده، قعدت اغني اندمجت، وبعدين قلت ايه ده انا واقفه على الستيج خلاص، انا هوند بقى ما تندمجيش. انا بحب الاغنيه دي قوي، من احلى اغاني نشط عبود، وصوتي حلو فيها، بس مش وقته. صح ماشي والله، يعني لو النفس واخداك حته صغيره كده السعيد، لا بلاش بقى. انا عايزه بس اقول حاجه انت ذكرتها، عايزه اكد عليها، ان فعلا القصه ما كانتش ان الاهلاويه بس اللي فرحانين بالحدث ده،
بجد والله العظيم. واحنا قاعدين في الفندق كان في ناس كتير بتيجي تسلم علينا تقول لنا احنا مش اهلاويه بس احنا فخورين باللي بيحصل، احنا سعداء جدا باللي بيحصل. فانا انبسطت جدا، واي حد هيسمع حاجه زي كده بينبسط جدا، لان زي ما اتقال في التقرير انت مش بتقدم حاجه بس لجمهور الاهلي وللاهلاويه، انت بتقدم حاجه للرياضه في مصر. فشيء في غايه الاحترام. ويمكن كمان اللي لفت نظري ومرتبط بالكلام اللي انا بقوله جمله مهمه جدا قالها المهندس سيف الوزيري في حفل الافتتاح، قال بيطل علينا اليوم الاهلي نادي التاريخ من بوابه التاريخ، وبيثبت دوما انه نادي عظيم، وكم امد المنتخبات الوطنيه بالكثير من النجوم. وقال كمان في جمله يعني كانت مهمه، الهدف الرئيسي من افتتاح هذا المشروع هو اسعاد مواطني الاقصى تحديدا ومحافظات الصعيد بشكل عام. خلينا بقى نتابع الكلمة دي في التقرير التالي ونرجع نكمل. اولا انا اهلاوي منذ الصغر، فدي حاجه في دمي الاهلي. بمجرد ان احنا عرفنا ان الاهلي ناوي يفتح فرع ان شاء الله في الاقصر، فبدون تردد احنا قررنا ان احنا نكون شرف لينا طبعا ان احنا ننتمي لاسره النادي الاهلي الكبيره والاسره الصغيره اللي هتكون موجوده في الاقصر. فبدون تردد اخذنا القرار ان احنا لازم هنكون اعضاء ان شاء الله في النادي الاهلي. النادي الاهلي نورنا في الصعيد، والنادي الاهلي تاريخ مبادئ تطوير زي ما عودنا دايما، وده بدأ باتجاه القيادة السياسية أنها تهتم بالصعيد كركن أصيل وأساسي داخل مصر. فالاتجاه الرياضي وخاصة في عام 2020 التحديات اللي واجهتها الدولة، فده مقياس وإنجاز عالمي. والنادي الأهلي زي ما عودنا دايما يعني في كل مكان، وهيكتشف مواهب كتير ووفر علينا مسافات كبيره خالص، واحنا ان شاء الله نشرفه زي ما هو مشرفنا دايما. وعندي فرحه جميله يعني، والولاد مبسوطين خالص ان احنا في مكان في بلدنا بالجمال ده، وطبعا الاهلي يعني. انا دايما كنت بحتاج مكان ادرب فيه الولاد سباحه كوره كده، ما كنتش بصراحه بلاقي مكان يعني تراستد. فاول ما قالوا النادي الاهلي هيفتح ما ترددتش يعني، ان انا مكان هيبقى امن على الولاد، مكان هيبقى كواليفايد، مكان هيبقى في كل الحاجات اللي انا محتاجاها، فما ترددتش يعني ان نكون موجودين هنا. احنا الاول بنشكر اداره النادي الاهلي انها فكرت اصلا في الصعيد، اللي احنا كنا لفتره كبيره ما احنا منسيين للامانه يعني. فكون ان النادي فكر فينا انه يعمل فرع ليه في الاقصر، فدي كانت خطوه جديده، وكلنا كنا متحمسين لان احنا كمشجعين النادي الاهلي في الصعيد ما فيش تجمع يجمعنا مع النادي الاهلي. كان كله كان اما عبر الشاشات في الماتشات يا اما عبر الميديا. فكون يجي نادي يعني يكفي انه جمعنا احنا كاصدقاء وكزملاء في العمل او زملاء في المدينه هنا في الاقصر او في المحافظات اللي حوالينا. انا في ناس انا مثلا ما شفتهاش الا في النادي هنا. اولا حاجه عظيمه جدا ان يكون عندنا النادي الاهلي في الاقصر بعظمه الاهلي ونادي القارن ومكانته. ومكانته وسط أندية العالم، مش الأندية الأفريقية والمصرية بس، أندية العالم طبعا حاجة كبيرة جدا، ده حدث انتظرناه من زمان يعني. بل ملحوظ من أول يوم يعني، احنا في خلال 24 ساعة، أنا رحت بعد 24 ساعة بالظبط كان رقمي عدى تقريبا ما يقرب من 1000، ده في أول يوم بس. لكن بعد كده بسم الله ما شاء الله الأعداد يعني أعداد لا كتيرة خالص. النادي الأهلي عودنا من زمان إن هو صاحب السبق في الحاجات اللي زي كده، والحمد لله إن النادي الأهلي النادي بتاعنا اللي دايما مشرفنا ورافع راسنا إن هو أخذ الخطوة دي. المكان ممتاز جدا وآمن جدا لدرجة أنا سايبة أولادي يعني من الصبح ما دورتش عليهم صراحة. وأنتوا صراحة الأمن صراحة الناس هنا واللي شغالين المقيمين يعني على المكان صراحة منتهى الدقة في كل حاجة، تمام، ما فيش حد بيطلع ما فيش حد بيخرج، الدنيا تمام الحمد لله. منتظرين اللحظة دي من زمان يعني، ونادي كبير زي كده والأقصر من مدينة الحضارة ومدينة الأجيال، وإحنا طبعا سعداء جدا. وطبعا أحسن قرار اتخذه نادي الأهلي، كان أولى من أي فرع تاني يتعمل في الصعيد هو في مدينة طيبة مدينة الحضارة. في أعضاء كتير مش بس من الأقصر، من البلاد اللي حواليها، في من قوس، في من اسنا، في من انا. وبصراحه هو نادي
ميزته انه اجتماعي مش بس رياضي وبس، وفي انتظار ان شاء الله في افتتاح الاكاديميات عشان تبتدي تظهر المواهب باذن الله في النادي. شيء مشرف جدا ان يكون نادي القرن ليه فرقه في الاقصر. الاقصر بلد الحضاره، بلد اللي فيها تلت اثار العالم. شيء مشرف جدا ان يكون في نادي كبير زي كده في الاقصر. طبعا احنا شرفنا بالنادي الاهلي صرح كبير، واحنا عاملين القصه دي لاولادنا واحفادنا. دي حاجه اصلا ما كناش نتوقع انها ممكن تحصل، بس حصلت، فكلنا مبسوطين. مش احنا بس، كلنا واصحابنا حتى اللي مش عامل اشتراك مبسوط فرحان. اصلا انا النهارده جيت الساعه 2 وقعدت مع ماما وبابا واخواتي، قعدت العب، بعد كده اتفرجت على المهرج، بعد كده جيت هنا في الملعب لعبت شويه كوره، وبعد كده بتفرج على الاستعراض دلوقتي. طبعا اول ما سمعنا عن النادي الاهلي قعدنا نزلنا على بابا لغايه ما وافق ان هو يشترك لنا. بابا اهلاوي طبعا. النادي الاهلي هنا حاجه تانية غير اي نادي رحنا قبل كده. نفسي اشتغل علشان اتدرب سباحه، علشان انا كنت بتدرب سباحه. اهلا وسهلا بيكم في الاقصر، وانا حابب ان انا اقول بس في البدايه ان انا واحد من الناس، ان انا مش من محافظه الاقصر، انا من محافظه هنا. وطبعا كلنا سعدنا ان احنا النادي الاهلي وصل في الصعيد وفتح مقر ليه في الصعيد، وده كانت حاجه يعني كلنا انبسطنا بيها انا وزمايل كتير ليا. بمجرد ما النادي الاهلي وصل في الصعيد، ف يعني كلنا فرحنا جدا، وبدانا ان احنا نجري عشان نلحق ان احنا نشترك في النادي الاهلي. واهلا بالاهلي في الصعيد. بتشجعي نادي ايه؟ النادي الاهلي. طيب خلينا ناخد على التليفون يا كريم، يعني خليه يقول لحضراتكم كابتن عبد المنعم شطة، هو كان موجود معانا هناك وكان منورنا، ونسمع منه برضو كده يعني رأيهم كانوا ايه في الحدث ككل، من تنظيم وفكرة افتتاح نادي في الصعيد وفكرة التقديم وكل حاجة والفقرات اللي حصلت وحضور يعني ناس كتير زي ما كنت بقول لحضراتكم وقامات كبيرة. كابتن عبد المنعم شطة صباح الخير على حضرتك في البداية. اهلا وسهلا، اهلا بيكم، صباح الخير. اهلا بحضرتك كابتن شطه. كنت منور الحفل الافتتاح يا كابتن شطه. الافتتاح منور بكل اجهزه النادي الاهلي وبكل قنوات الحقيقه. خلينا نسمع من حضرتك، يعني انا كنت بحكي كريم في البدايه اول ما يعني الحفل التقديم خلص ونزلنا وقعدنا مع حضراتكم وقعدنا نتكلم، يعني كله كان مبسوط وكله كان مبهور وكله كان سعيد، وبجد كان في كلام كله ايجابي، انا ما سمعتش حاجه واحده بجد سلبيه الحمد لله. يعني خليني اعرف بصراحه من وجهه نظر حضرتك برضو وتنقلها للجمهور، المشهد ازاي كنت متوقعه وشفته؟ خلينا نعرف من حضرتك. والله طبعا انا يعني كان في مخيلتي حاجات، يعني قلت مثلا هلاقي لسه في حاجات لسه منشآت لسه لم تستكمل. كنت متوقع الاقي برضو يعني زي ما كل افتتاح كده بيجيب لك الحتت اللي هي بس واضحه للناس عشان يصوروها وكده، لكن انا يعني من حسن حظي ان انا يعني طفت في كل انحاء الهيئه النادي. يعني انا رحت الحقيقه المبنى الاجتماعي ودخلت حمام السباحه، وكان عندي وقت ان انا اروح الملعب اشوف الملعب واشوف غرف اللبس عشان الحاجات دي بتهمني انا برضه لو عندنا فرصه نفتتح اكاديميات هناك. بصيت على البنيه التحتيه في حاجات كتير قوي تختص بنوع الملعب، بالترف المحطوطه اللي هو الجنريشن الجديد بتاع الملعب الصناعي ده، اللي طبعا اصبح مهم جدا انه يستوعب تدريبات ممكن لمده 10 15 ساعه في اليوم من غير ان يحصل له اي نوع من الهلاك وكده. بصيت على برضو على الحمام اولمبي، بصراحه يعني ذهلت انه هذا المستوى يعني اللي تم به المنشات الموجوده. وحقيقه طبعا انا بقول دي رساله النادي الاهلي كان بيعملها طبعا، انه عنده دور وطني واجتماعي في التنميه المجتمعيه والرياضيه والانسانيه. طبعا النادي الاهلي بيفكر في حاجات ثانيه، ما بيفكرش في النادي الاهلي بس، بيفكر في المجتمع كامل. صحيح. حتى لما فتحنا الاكاديميات النادي الاهلي في حوالي 12 محافظه حتى هذه اللحظه، النادي الاهلي مش بيدور على انه بس يعمل للنادي الاهلي في القاهره بس، يدور على انه يعني يخلق من خلال هذا الاداء الرياضي في تنميه مجتمعيه ورياضيه، عشان النادي الاهلي دي رساله اخرى غير رساله انه يعني يجيب لعيب ويكسب بيه مباراه. النادي الاهلي عنده دور كبير جدا في المجتمع من ايام انشائه. لو ذكرنا التاريخ هتلاقي النادي الاهلي انشئ من اجل الوطن، من اجل البلد كلها. فدي حاجه طبعا انا بحيي على مجلس الاداره وبحيي على النادي الاهلي
فكره هي يعني فكره بعتقد انها يعني اقتصاديه رياضيه مجتمعيه بشكل متميز جدا. اتمنى ان تستمر في كل انحاء المحافظات، لان النادي الاهلي متواجد في كل انحاء الوطن الحقيقه بشكل مكثف جدا. محتاجين احنا نحاول يعني نفتح هذا المجال لمحافظات اخرى ان شاء الله، وبالذات في الصعيد كمان. يعني يا ريت نروح اسوان، ويريدنا نروح الحته البعيده شويه دي كمان، عشان برضو التنميه فيها محتاجه برضو لمجهود وجماهيريه وشعب النادي. عشان كده كنا عايزين لهذا المكان نسال ولهذا الصرح الكبير في كل انحاء مصر، ونحاول نفيد المجتمع برياضيين في مختلف الالعاب. وانا سمعت الاخت بتتكلم بتقول لك انا يعني كنت بدور على اماكن اعمل فيها تدريبات سباحه، تدريبات رياضيه مختلفه، فكان الحقيقه رد فعل قوي جدا. لما شاهدنا الناس كلها حقيقه، والافتتاح كان مبهر جدا حقيقه. نشكر شركه استعداد لانها قامت بمجهود ضخم جدا حقيقه في يعني هي هذا اليوم بالشكل اللي شفناه. يعني عايزين برضو نسال حضرتك على الصعيد المكاسب الرياضيه، الى اي درجه اهلي الاقصر ممكن يبقى بمثابة معمل تفريخ لإمداد النادي الأهلي ولإمداد المنتخب المصري بمواهب مستنية ليكتشفها وبطاقات مستنية ليحسن استغلالها؟ وأنا حقيقة إحنا طبعا هننظر برضو للأقصر نفسها. الأقصر طبعا أنت عارف هي أندية ما صعدتش ممتاز من يعني بلد كبيرة زي دي في 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 الصعيد موجودة، ما عندهاش فريق. الصعيد كله ما فيهوش غير ثلاث انديه تقريبا، اسوان وابو تريال اسيوط وكم معرفش بني سويف على مر الزمان، فبالتالي والمنيا اسف. لكن طبعا وجود النادي الاهلي هناك مش هيطلع لعيبه للنادي الاهلي فقط، هيطلع لعيبه النادي الاهلي للاقصر وللصعيد والانديه الكبيره، عشان نشوف برضو انديه في الصعيد الممتاز. النادي الاهلي برضو هيكون متواجد في هذا المكان في النادي ده ان شاء الله باذن الله. من خلال اجتماع لجنه التخطيط هنشوف ازاي دورنا احنا كرياضيين او كاكاديميات او كقطاع ناشئين ازاي هنستفيد بهذا الامر من خلال لجنه التخطيط ان شاء الله، ويدونا يعني برنامج مخطط من خلاله نقدر نجيب حقيقه ونستغل هذا المكان الرياضي الضخم ان نطلع منه لعيبه في النادي الاهلي. طبعا يعني ده شيء طبعا يعني هيكون في فائده مشتركه للاقصر وللنادي الاهلي وكمان للمجتمع عامه الحقيقه، لانه ممكن انديه اسوان وانديه بترول اسيوط وانديه كيما اسوان كل الانديه دي ممكن تستفيد من هذا المكان، وبعدين ممكن تيجي تعمل فيه ايام يوم رياضي مثلا. الملعب حقيقه يستوعب حقيقه في كل المواصفات اللي ممكن تلاقيها في ملعب يعني حقيقه يعني يستطيع انه يرفع من شان هذه المنطقه، ويخلي بقى ده مدخل لكيفيه انه بعد كده يعني النادي الاهلي يعني يتوسع في هذا الامر ويحاول يعني يفيد هذا الحياه المكان بشكل افضل يعني. جميل، حضرتك نورت حفل الافتتاح ونورتنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. جزيل الشكر لحضرتك كابتن عبد المنعم شطه، شكرا جزيلا لحضرتك. نستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل مع حضراتكم كلامنا وسلسله اخبارنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نبتدي كلامنا عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. مش معنى ان انا مشغول في التقديمه دي مع حضراتكم ان كيس الدوب بتاعي يتاخد مني على الهواء مباشره، بقفله بس لان انت فاكره ان انا مش واخد بالي. انا كان قاعد ياكل في الفاصل والله، انا صحيح لك ومحوط عليه بكل مشاعري. نرجع بقى نكمل كلامنا. ابتدى طبعا فرقتنا استعداداتها بعد وصولها الى كونغو لمواجهه فيتا كلاب يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله في الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. استقبل بالامس حمدي شعبان وهو سفير مصر في الكونغو بعثه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي عقب وصولهم مباشره. امبارح كمان وقبل السفر مباشره كان الكابتن محمود الخطيب حريص على الالتقاء بلاعب الفريق والجهاز الفني والاداري عقب المران الجماعي وقبل السفر مباشره الى الكونغو لمواجهه كلاب. قال الكابتن محمود الخطيب لكل اللعيبه كلام في منتهى الاهميه من ضمن الكلام اللي قاله، قال لابد وان نتوجه الى الكونغو بشخصيه النادي الاهلي، ولابد وان نخوض مباراه فيتا كلاب بمنتهى القوه وبمنتهى الجديه. ما كان يجب ان نكون في هذا الموقف، ولكن ثقتنا فيكم كبيره. بص يا كريم، يعني بصراحه وفعلا كابتن محمود الخطيب يعني لا يتوقف عن دعم الفريق وتوجيه اللاعبين كمان باستمرار، هو بيبقى حريص على كده. وامبارح
قال لهم كمان اضافه للكلام اللي انت قلته ان انتم قادرين على تصحيح الاوضاع، تحقيق النتيجه الايجابيه اللي هتساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي ومواصله المشوار في دوري الابطال. شدد كمان، خليني اقول لحضراتكم في حديثه، على ان لاعبي الفريق بتقع عليهم مسؤوليه كبيره تجاه ناديهم وجماهيرهم، واكد عليهم ضروره بذل اقصى الجهد امام فيتا كلوب والعوده الى الوطن منتصرين. الكابتن محمود الخطيب اكيد كمان يعني اكد ليهم على ثقته وثقه جماهير الاهلي في كل العناصر الموجوده، قدرتهم على تقديم المباراه اللي تليق بالنادي، تحقيق طموحات جماهير الاهلي. اختتم رئيس الاهلي كمان لقائه مع اللاعبين بقرايه الفاتحه، وبعد كده توجهوا للمطار ان شاء الله يعودوا منتصرين باذن الله ان شاء الله. والحقيقه يعني كل النقاط اللي ذكرها كابتن محمود الخطيب نقدر نقول ان ده الحد الادنى المتوقع من قبل جماهير النادي الاهلي. يعني احنا الفتره اللي فاتت كان عندنا شيء من التحفظات على البعض من الامور، بيتهيأ لي مفيش مساحه ان الموضوع ده يتكرر مره ثانيه او ان احنا يكون عندنا نفس التحفظات. مفيش رفاهيه التكرار ده. صحيح. صحيح طبعا. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم ونتابع حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طيب بعد ما طلعنا على الطقس ودرجات الحراره خلينا نروح دلوقتي اخر اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا هنا والقاسم موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالتالي هو باين من هنا صح كده؟ احنا برضو يعني مش اي فيو. يا هنا صباح الخير عليكي وصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ بلعبة كرة الطايرة، والحقيقة أن السيدات الذهب مستمرين في الحقيقة تحقيق الفوز في بطولة الدوري، يعني قدروا يفوزوا على فريق الزمالك بثلاثية نظيفة، كانت مباراة كبيرة طبعا، وطبعا ده ديربي كرة الطايرة. قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-12، الشوط الثاني بنتيجة 25-21، والشوط الثالث بنتيجة 25-23. كان في الحقيقة تألق كبير من لاعبات النادي الأهلي، يعني قدرت تحصل اللاعبة آية الشامي على إيجل أوف ذا ماتش أو نصر المباراة، كمان كان في تألق كبير من اللاعبة مريم متولي وسارة أمين. كمان رجال كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز على فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 3-0. طبعا كانت مباراة كبيرة، كان في ندية كبيرة خصوصا إن هي كانت في اسكندرية على أرض الاتحاد السكندري، لكن رجال النادي الأهلي كانوا قدها وقدروا حقيقة يحسموا الثلاث أشواط لصالحهم ويضيفوا ثلاث نقاط جداد لرصيدهم في الدوري. خلونا ننتقل للعبة كرة اليد، وسيدات كرة اليد أيضا مستمرين في تحقيق الفوز في بطولة الدوري، قدروا يفوزوا على الزهور بنتيجة 31-18، يعني يمكن الشوط الأول انتهى بنتيجة 16-10، لكن الحقيقة هم في الشوط الثاني قدروا يوسعوا الفارق و ينهوا المباراة بنتيجة 31-18. يعني لو كلمنا أكتر عن نتائج سيدات كرة اليد في الدوري، هم الحقيقة متصدرين جدول الترتيب ب 86 نقطة بفارق 7 نقاط عن تاني الجدول، عاملين أداء كبير جدا، والحقيقة إن هم بيفوزوا في جميع المباريات. كمان طبعا كعادة النادي الأهلي بيكونوا الحقيقة بيلعبوا على أكثر من بطولة في نفس الوقت، يعني هم عندهم مباراة مهمة جدا يوم الثلاث القادم سامي فاينل بطولة كاس مصر امام سبورتنج، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق وان شاء الله يقدروا يتأهلوا لنهائي البطولة. خلونا ننتقل للعبة العاب القوى، والحقيقة انه انجاز جديد بيحققه فريق
ألعاب القوة بالنادي الأهلي هو التتويج ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة. يعني الحقيقة مثل النادي الأهلي 102 لاعب ولاعبة، قدر يحصل شباب الأهلي على 301 نقطة وبنات الأهلي على 259 نقطة ليحصلوا على المركز الأول ويتوجوا بالبطولة. طبعا حابة أبارك لهم وأبارك لكل جهاز ألعاب القوة بالنادي الأهلي. كمان فريق كرة الماء بالنادي الأهلي قدر يحقق فوز على الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 10-7. يعني الحقيقة أن فريق الووتر بولو أو الحقيقة لعبة كرة الماء داخل النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، بيحقق فوز في جميع المباريات. كمان عنده مباراة مهمة يوم الثلاثاء القادم هتكون أمام هليوبلس هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. دي كانت أخبار الفرق الرياضية. خلونا ننتقل لأخبار الاجتماعية داخل النادي. والحقيقة أن لجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بتعلن عن الحقيقة إقامة زيارة لمعرض بازار بمدينة نصر بأرض المعارض يوم السبت القادم 20/3. لكل الأعضاء اللي حابين يشتركوا ياريت يذهبوا لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي ويسجلوا أسمائهم. دي كانت أبرز أخبار النادي الأهلي. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرك جدا على التغطية دي، يعني أكثر من رائعة. شكرا لك يا هانا. طيب يلا بينا بقى نروح مع حضراتكم على مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. نورهان صباح الفل عليكي، وهلي علينا بقى وطلي بمنشطاتك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، لكن كمان خلينا نفكركم بأهم مباريات الدوري المحلي النهاردة. المقاولون العرب وغزل المحلة الساعة 3 في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري العام. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. الأهلي يخوض أول مران بالكونغو اليوم ومحاضرة فيديو لدراسة فيتا كلوب. يخوض النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم أول مران النهاردة في أحد الملاعب على مدينة بمدينة كينشاسا، وده هيكون أول مران للفريق النهاردة استعدادا للمباراة اللي هيكون مقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل أمام فيتا كلوب في طبعا الجولة الرابعة بدور المجموعات. كمان خلينا نفكركم أنه الفريق سافر على متن طائرة خاصة، ده طبعا يعني حرص يعني مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طائرة خاصة للاعبين في كافة السفريات خارج البلاد، طبعا ده توفيرا للوقت والمجهود. كمان هيكون في محاضرة فيديو للمدير الفني بيتسو موسيماني للاعبين اليوم لدراسة فيتا كلوب بشكل جيد قبل المباراة. ومن موقع وجريدة الشروق، إنفنتينو يرسم خريطة الكرة الإفريقية. يمكن موقع وجريدة الشروق ذكر في تقريره عن إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتدخلاته السافرة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حسب ما جاء ضمن تقرير الشروق. كمان الشروق قال أنه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي طبعا اللي انتخب مؤخرا خلفا لأحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدأ عمله سريعا بعد ساعات قليلة من انتخابه. تقرير الشروق كمان ذكر أو أظهر يعني بعض تدخلات إنفنتينو في محاولة تعيين أو إيجاد رجاله في مناصب قيادية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنفيذ مخططاته بشكل عام. وأحد مظاهر تدخل إنفنتينو كما ذكر تقرير الشروق هي يعني إعادة مناقشة مقترحه السابق بإقامة دوري إفريقي يضم أهم أو أكبر 20 فريق إفريقي، وعلى أن تكون البطولة جوائزها تصل إلى 20 مليون دولار. ومن موقع في الجول، ضربة قوية للابوتارا بعد اعتذار زراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة. تلقى جوان لابوتارا الرئيس الجديد لنادي برشلونة صدمة قوية بعد اعتذار نائبه جاومي جيرو عن يعني تقلد منصب نائب رئيس برشلونة، وقال انه اسبابه شخصية لعدم تواجده في الفترة القادمة داخل اسبانيا وتواجده طول الوقت في لندن. واخيرا من موقع سكاي نيوز، ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي بثنائية متأخرة من بنزيما.
انقذ كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد فريقه من خساره يمكن كانت هتكون مفاجاه لزين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد ما احرز هدفين واستطاع انه يقتنص الفوز لريال مدريد ويبقي على ريال مدريد طبعا في يعني المنافسه القويه في الدوري الاسباني بالمركز الثاني برصيد 57 نقطه. دي كانت ابرز واهم اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. جزيل الشكر للجميلتان الزميلتان العزيزتان هنا ابو القاسم ونورهان طمان، بنشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم جدا. من اخبار الاهلي والاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع نروح بقى للرياضه العالميه، تحديدا هنا هوكي الجليد فاز فريق مينيسوتا وايلد باربعه اهداف نظيفه على اريزونا، ده في مباراه مهمه في الدوري الامريكي للهوكي، وسجل كارل كابريزوف اولى ثلاثيه هاتريك هي الاولى له في الدوري. ومن هوكي الجليد الى عالم سباق السيارات، حيث حقق سائق ريد بول ماكس فيرشتابن الزمن الاسرع في اول ثلاث ايام من تجارب فورمولا 1 قبل بدايه الموسم الجديد في البحرين. طبعا بسبب جائحة كورونا كما هو متوقع بتحاول إدارة سباقات الفورمولا 1 إن هي تخفض التكاليف بقدر المستطاع وأيضا تخرج بشكل لائق من هذه البطولة اللي بتستعد لها حاليا بمنتهى الجدية والإصرار. تعالوا نشوف مع حضراتكم جزء من تجارب فورمولا 1 وبعد كده فاصل ثم عودة مرة ثانية عشان نكمل كلامنا. اتفضل. على أرض المحروسة اختتمت بطولة إفريقيا للدراجات للمضمار محققة العديد من النجاحات على المستوى التنظيمي أو التنافسي. لاعبو منتخب مصر للدراجات رجال وأنسات حصدوا العديد من الميداليات المتنوعة ليتصدروا المشهد التنافسي بقوة أمام المنتخبات المشاركة والتواجد في مختلف المنافسات على منصات التتويج. وعلى الجانب التنظيمي فقد أشادت جميع الوفود المشاركة في البطولة بحسن التنظيم والإقامة والإجراءات الطبية المتبعة في مصر لمواجهة فيروس كورونا. وتستعد مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ويضم منتخب مصر عناصر مميزة ويأتي من بينهم حسن عمرو الصيفي صاحب 23 عاما والمنضم للفراعنة منذ عام 2013. حقق الصيفي على مدار مشواره العديد من الألقاب وحصد الميداليات في مختلف البطولات، على سبيل المثال وليس الحصر حصد لقب ثاني عرب ثلاث مرات متتالية أعوام 2013 2014 و2015 وثالث إفريقيا في كأس المركز الدولي الإفريقي، كما توج كأول الجمهورية أربع مرات للناشئين ومرتين للشباب وأول الجمهورية درجة أولى في عام 2018 وثاني الجمهورية عامي 2019 و2020. وعن العنصر النسائي فيضم منتخب مصر أيضا حبيبة عليوة صاحبة 17 عاما وضمن صفوف الفراعنة منذ عام 2019 وتوجت خلال مشوارها بلقب أول عرب 2019 وحصدت العديد من الميداليات المتنوعة في منافسات بطولة إفريقيا للمضمار 2020 بذهبية وأربع فضيات وميداليتين برونز بطولة إفريقيا للطريق 2021. وفي بطولة إفريقيا للطريق 2021 حصدت ثلاث ميداليات فضية وذهبية للمضمار إلى جانب العديد من الميداليات على المستوى المحلي والقاري. حبيبة ضمن اللاعبات التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للمضمار للشباب سبتمبر 2021 المقامة في مضمار استاد القاهرة. عمرو الصيفي وحبيب عليوة يأملان في مواصلة المشوار بقوة في منافسات الدراجات خلال المرحلة القادمة وحصد ميداليات متنوعة في البطولات المحلية والقارية والعالمية. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير امبارح اختتمت فعاليات بطولة افريقيا للدرجات للمضمار كانت في استاد القاهرة، والفقرة دي معانا اثنين من لعيبة منتخبنا واللي حصدوا كمان العديد من الميداليات خلال مشوارهم. خلينا سريعا نرحب بحسن الصيفي وحبيبة عليوة. صباح الخير. في البداية كده علشان الناس
تبقى يعني اللي مش عارف أصلاً عن هذه الرياضة تعرفوه أكتر. فكرة هنا الدرجات بالمضمار وإن فيها أصلاً بطولات وفي فعاليات بتحصل. فخلينا نبدأ من هنا. مين فيكو عايز يبدأ؟ لا أنا مفيش مشكلة. الأول إحنا لعبة الدرجات دي يعني مش عبارة عن مضمار بس، بتتقسم لكذا فئة، منها درجات الطريق اللي هي الروت سايكلينج، المضمار اللي هي التراك سايكلينج. انا مش سامعاك، علي صوتك بس شوي. دراجات الطريق اللي هي الرود سايكلينج، دراجات المضمار اللي هي التراك اللي احنا لسه مخلصينها امبارح، في بي ام اكس للاطفال، في الماونتن بايك، في البارا سايكلينج بتاعت ذوي القدرات الخاصه. احنا هنا في مصر متميزين في الطريق وفي المضمار. لسه المضمار ده معمول عندنا في مصر من سنتين، ما كانش عندنا مضمار في مصر قبل كده، فبدأنا نتميز فيه شوية. المضمار ده بيبقى عبارة عن تراك، عبارة من فيه 400 متر وفيه 250 متر. الأولمبيك بيبقى 250 متر، ده اللي عندنا في مصر هنا. ده بيبقى أدق شوية في التدريبات، والعجلة بتاعته حتى بتكون مختلفة، إنها ما فيهاش فرامل وما فيهاش تروس، هي عبارة عن ترس واحد وما فيهاش فرامل، ما فيهاش أي حاجة، وما ينفعش توقف في النص خالص. ولو حصل اي حاجه برضو مفيش تحكم في الجزئيه. خطيره ودقيقه جدا جدا جدا، وتمريناتها اصعب بكتير. فاحنا ما كناش عارفين نشارك فيها في السنين اللي فاتت بسبب ان ما كانش عندنا في مصر مضمار، بس الحمد لله عملوه اخيرا وبدانا التدريبات عليه، وحتى في بطوله عالم هنستقبلها السنه دي هنا في مصر لاول مره للناشئين، وحبيبه هتشارك فيها ان شاء الله، تشرف مصر فيها ان شاء الله، وزي ما شرفت مصر في البطوله الافريقيه من الايام اللي فاتت. انتوا عندكم كم سنه الاولي حسن؟ انت عندك كم سنه؟ انا 23 وهي 17. طب ابتديتي امتى اصلا يعني ان انت تخشي الرياضه دي؟ من خمس سنين. خمس سنين. فبدات من كان عندي 13 سنة غالبا بدأت أدخل، بس ما كانش ليا بطولات، فكنت بتمرن لحد ما يبتدي أنا أقدر أشارك في البطولات. طب وبطولة العالم بقى للشباب اللي بنتكلم عنها دي دلوقتي، يعني كلمينا بقى أكتر، هتشاركي فيها؟ هي احنا بقالنا كتير أصلا بنستعد لها، وهي المفروض كانت هتتلعب السنة اللي فاتت بس عشان الكورونا اتأجلت وأجلوها برضو، كانت هتلعب الشهر الجاي بس أجلوها لشهر 9. مفروض يعني هي شهر 9 بعد ما تأجلت خلاص، ده الفاينل. بتستعدي دلوقتي ازاي بقى يعني التمارين والحاجات اللي زي كده؟ هو احنا مش بنتمرن في التراك، يعني احنا بنتمرن على الطريق، وفي التراك ده بيبقى قبل البطولة فترة ليه قليلة. ليه؟ هل ده اللي مثلا ما فيش اماكن تقدروا جوه تتمرنوا فيها، ولا الافضل انك تتمرنوا في الشارع مثلا؟ هو لا، هو احنا التراك مش متوفر لينا. ده اللي انا بقول في مصر، بس احنا بنتمرن على الطريق وعندنا بقوتنا بنقدر نمشي في التراك مع الناس. ويمكن كمان الطرق العاديه يعني التمرين فيها يبقى افضل، لان اكيد التراك اسهل يعني. صح كده، احنا المفروض نتمرن. عارفه التراك ده عامل زي السباحه كده، اللي هو ممكن السباح يفضل يتمرن عشان خاطر مثلا يعوض جزء من الثانيه في خلال الموسم، فالتمرين على التراك هيبقى ادق اكتر. بس المشكله ان هو مش تحت سلطه اتحاد الدراجات عندنا، فالتمرين ما بيبقاش سهل دايما، يعني بيبقى ليه اجراءات عشان نقدر نتمرن جوه وكده، يعني في معسكرات المنتخب بس، مش اي وقت ان احنا نقدر نتمرن فيه. خليني اكون صريحه معاكم، في بعض الرياضات اللي مؤخرا ممكن نكون بنسمع عنها ما كناش عارفين عنها في الفتره اللي فاتت، منها بصراحه الدراجات. يعني دلوقتي احنا بنتكلم ان في بطولات، هو بطوله عالم وبطوله افريقيه، وعندنا ابطال بيمثلونا بيحصلوا على ميداليات، ولكن اعتقد ناس كتير دلوقتي بتتفرج ما تعرفش النقطه دي. امتى ابتديتوا تحسوا ان فعلا في اهتمام سواء من الاعلام او من الناس، ابتدى يبقى في وعي لا ده في رياضه دراجات موجوده، وابتديتوا تاخدوا دعم اكتر؟ انا بلعب رياضه الدرجات دي من 2010، من زمان يعني. السلام من وانا صغير ما حسيتش بموضوع الدرجات ان اتشهر قوي غير لما سياده الرئيس بدا يشجع موضوع الرياضه فعلا. وساعتها حتى يعني بعد فترته هم بداوا يعملوا التراك هنا في مصر. التراك ده كان مشروع من سنه 96، لسه متنفذ من 2017 او 2018 بيتهيألي. فده اللي بدا يشهر اللعبه شويه، وبقى عندنا حتى ايه عناصر كتير في كل المحافظات نقدر نختار منها المنتخبات والفرق والكلام ده. فبدانا نعلى شويه في اللعبه حتى على مستوى افريقيا ومستوى العالم اكتر، ان احنا ما كناش بنشارك في حاجات عالميه أصلاً. ابدا. دلوقتي عندنا لعيبه كتير، في البطله ابتسام زايد لعيبه اولمبيه مصريه بس في الدرجه الاولى، بدات شاركت في اولمبياد ريو دي جانيرو اللي فاتت ومتاهله لطوكيو السنه دي.
فبدا الموضوع يشتغل شويه عندنا في الكام سنه الاخر. يعني انا بتفق معاك بصراحه، لان الواقع هو اللي بيقول كده، هو مش كلام. انت لما ابتديت دلوقتي فعلا تسمع وتشوف يعني كلام من سياده الرئيس او حتى قياده سياسيه بنتكلم يعني، والاهتمام كمان وزاره الشباب والرياضه، خلينا نقول فكره هنا الرياضه يبقى اسلوب حياه، فده عكس على ان فكره على الواقع فعلا رياضات كتير زي ما انا كنت بقول ظهرت مؤخرا. طيب احنا عندنا منتخب من امتى تقريبا؟ من التسعينات. من التسعينات بس ما بيشاركش زي ما انت قلت لي. كان بيشارك، وكان عندنا جيل شارك في اولمبياد 2000 اللي هي بتاعت اثينا اعتقد. بس يعني بعدها حصل بقى دروب في المنتخب فتره لحد ما بدات الدنيا دلوقتي احسن من بدايه من 2016 يعني. بس احنا بنتكلم كمان يعني حبيبي مثلا يعني سن دلوقتي صغير ولكن بيحصد بطولات وفي نفس الوقت او ميداليات وبيشارك في بطولات كبيره، ففكره الكوادر موجوده يعني عندنا قاعده لاعبين كويسه جدا دلوقتي في الناشئين في مصر، بس يا رب نقدر نحافظ عليهم انهم يعني يوصلوا لمستوى عالمي اكتر، ان دايما اللاعبين بيوصلوا لمرحله ان اللعبه دي محتاجه اهتمام كتير واحتراف وسباقات كتير، وده مش متوفر عندنا في مصر قوي، ان احنا مش بنعرف في احتكاكات دوليه كتير يعني على قد الحاجات الافريقيه بس، كان في بطولات دوليه ثانيه ممكن نشارك فيها بس بيبقى صعب. ده لحد دلوقتي ما شاركناش، يمكن قدام يحصل في بالظبط يعني، حتى عشان حياتي تجهز لبطوله العالم صح لازم يعني يكون في احتكاكات دوليه كتير في الكام شهر اللي فاضلين دول يعني. ده اللي انا كنت عايزه اساله لك يا حبيبه، يعني انت دلوقتي مبدئيا كلميني عن المنتخب عشان ابقى عارفه، وبعدين قولي لي انتوا بتتعاملوا يعني تدريباتكم استعداداتكم غير ان هو فكره بس البطوله العالم، لا انا عايز اثبت نفسي في الرياضه دي في مصر، فاكيد في شغل مش بس عشان البطوله، بس خلي تكلميني في البدايه عن المنتخب. هو المنتخب احنا المفروض قبل بيكون في بطوله بنعمل معسكرات مثلا شهر او شهرين عشان نبقى كلنا، لان العجل مش لعبه فرديه وجماعيه، ففي سباقات كتيره بنبقى محتاجين نبقى اشارات مع بعض، احنا ما ينفعش نتكلم في السباق واحنا ماشيين، احنا بنرهق نفسنا على الفاضي. فالسنه دي الكورونا ما عرفناش خالص التجمعات عشان كانت ممنوعه وكده، فما عرفناش نتجمع ونعمل اثرت بشكل حتى يعني السباقات المحليه بتاعتنا كانت فرديه بس كانت فردية. مش فيها حاجه جماعيه خالص يعني. معلش عشان برضو الناس تفهم اكتر، ازاي سباق فردي وازاي سباق جماعي؟ يعني هو مش المفروض المنافسه بتبقى بين شخص وشخص من كذا دوله؟ احنا دلوقتي عندنا في سباقات فرديه، انا مثلا ممكن اطلع لوحدي اعمل مسافه معينه واللي يجيب احسن تايم ده كده فردي بالظبط، ده اللي احنا نعرفه الجماعي نفس بقى الموضوع. ممكن اعمل فرقه، احنا فرقه ويطلعوا كل فرقه لوحدها والفرقه اللي تعمل احسن تايم. ممكن سبق اطلع احنا كلنا نطلع الناس كلها كل الفرق مع بعض وكل الفرق تعمل تاكتكس مع بعض ازاي يريح احسن واحد عنده عشان خاطر ده يكسب الفريق التاني. طب ده المكان اللي بيستوعب الفرق كلها ده فين؟ لا ما احنا ممكن نلعب على طول. انا نفسي الحبيبه ترد بقى. في طرق كتيره، طرق كتيره بنلعب عليها يعني. احنا من زمان واحنا بنلعب في السويس وفي اكتوبر وفي بورسعيد وكل الاماكن يعني، بنوفر لنا طرق تنفع تمشينا. هو المنتخب كم واحد كم شخص يعني؟ لا على حسب كل فئه بيبقى فيها كم واحد يعني، مثلا يعني العمومي بيبقوا سته والناشئات بتبقى سته والعمومي بنات سته والناشئين سته كده على حسب العدد. في منتخب للبنات وفي منتخب للولاد صح كده؟ كويس. طب مين المدرب برضو؟ كابتن لا ما تقعدش ساكت، هتتكلم يا حاج. كابتن محمد ابراهيم. كابتن محمد ابراهيم ده مدير فني المنتخبات عندنا رجالي وسيدات. ده مدير فني المنتخبات، وعندنا في النادي كابتن احمد عادل ابو الفضل المدير فني النادي عندنا دي 6 اكتوبر. طب ولما تحصلوا على ميداليات وبطولات ازاي بيكون الريورد او الجائزه او بيحصل ايه؟ ماديا الموضوع كان يعتبر مفيش يعني. كان زمان في اللي هو امتى؟ من حوالي سنتين. صح، من سنتين. النادي عندنا كان بيعمل لنا عقود يعني يعتبر رمزيه يعني شويه، بس يعني كان بيهتم بالموضوع، كان مهتم يعني بالموضوع اكتر من اي حد يعني، بس دلوقتي مفيش خالص. شوف بتقولها وهي زعلانه. مفيش خالص. طب قالوا لكم السبب مثلا عشان الفتره بتاعت السنه اللي فاتت الظروف؟ فتره الكورونا بهدلت الدنيا خالص. بس انتوا دلوقتي انتوا اللي بتصرفوا على نفسكم يعني؟ هي اللعبه مصرفها كتير جدا، عايز اقول لك ان العجل بتاعنا ممكن يوصل العجله ب 100,000 جنيه و 120,000 جنيه. ليه عجله ب 100,000؟ بتبقى بقى العجله مش مجرد ان انا بركب عجله وخلاص، لا ده لازم العجله تبقى وزن معين
عشان تبقى خفيفة، عشان تساعدني مثلا في الطرق اللي فيها طلوع يبقى فيها عدد تروس معين، يبقى فيها يعني هي تختلف عن العجل العادي. بكتير. وفي مثلا حتى البلي اللي فيها بيبقى سيراميك، مش عارف الماتيريال بتاعتها كربون فايبر، فبتبقى هاند ميد اصلا، ففيها يعني العجله اللي مش حلوه دلوقتي بتبقى ب50 يعني. العجله اللي فاحنا ما فيش حد هيوفر لنا الكلام ده غير احنا، مجهودات شخصيه كلها يعني. طيب هل في مثلا تواصل اكيد مع وزاره الشباب والرياضه فكره حتى متابعتكم في البطولات يعني واي انجاز بيتم؟ هو بيتابعونا، بس المشكله ان زي ما بقول لحضرتك اللعبه مكلفه بطريقه صعبه ان حد يتحملها، فممكن هم بيجيبوا لنا امكانيات احنا ما بنعرفش ننفذ بيها قوي. طب والعجل متوفر في مصر ولا كمان بتجيبوه من خارج ولا ايه؟ بنجيبه من بره، ما فيش من الخارج. بنجيبه من خارج عشان يجيبوا اسعار كويسه، ان لو جه هنا في مصر يبقى اسعاره عاليه جدا جدا يعني. طيب هل الرياضه دي في العالم يعني لها مستقبل كبير؟ نقدر نقول ان احنا في مصر بنطمح ان احنا نكون زي كده؟ ومين الدوله مثلا اللي هي فعلا عندها يعني تقدم في الرياضه دي او بتعمل رانكينجز كبيره؟ اعتقد فرنسا والمانيا صح؟ اوروبا عامه في أوروبا. في العجل كويسه، بس احنا عندنا في مصر دايما لما بنتمرن مثلا معسكر بره شهرين ثلاثه بنعرف نجاريهم عادي. بس المشكله ان احنا ما بنكملش يعني. مثلا انا وحبيبه من سنتين كنا في معسكر في جنوب افريقيا، قعدنا 3 شهور، اول ما رحنا ما كناش قادرين في السباقات خالص وورا وبتاع، شهر بقينا نمشي كويس، الشهر الثالث بقينا نكسب الناس اللي هناك اللي على طول. فنرجع مصر نقعد سنتين ما نروحش في حته، فنرجع اكيد لنا. اكيد التوقف ده ممكن ياثر بشكل سلبي، ولكن خلينا نقول ان احنا ابتدينا اهو نشوف اختلاف على ارض الواقع شويه واهتمام كبير. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا في الفتره اللي جايه يبقى في دعم الى حد ما مخصص ليكم زي اي رياضه ثانيه في مصر، بتخلي او اللعيبه بتاعتها بيخلوا مصر كمان تحصل على بطولات، ده اللي احنا بنتكلم فيه. فانا بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. اشكركم جدا حسن وحبيبه. هنروح بقى فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، كريم اكيد هينضم ليا وهيبقى معانا الاستاذ خالد الاتريبي. بشخصية النادي الأهلي توجهت بعثة فريق الكرة أمس إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلاب الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هكذا كان طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من اللاعبين عندما اجتمع بهم قبل سفر البعثة لمطالبتهم بتصحيح الأوضاع وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو والخروج من الموقف الحالي في جدول المجموعة الإفريقية بشخصية الأهلي وروح الفانيلة الحمراء. الخطيب شدد على اللاعبين بتحملهم مسؤوليتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم ببذل أقصى الجهد أمام فيتا كلاب والعودة إلى طريق الانتصارات تقديرا لثقة الجميع فيهم وإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم، مختتما حديثه بقراءة الفاتحة مع اللاعبين للتوفيق في مشوارهم القاري نحو الحفاظ على اللقب. مواجهة الأهلي وفيتا كلاب تحمل العديد من التحديات للاعبي المارد الأحمر والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، يأتي أهمها في الفوز والاقتراب خطوة من التأهل للدور الثاني بالمجموعة الإفريقية ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، كما أن الفوز على بطل الكونغو سيزيد من ثقة اللاعبين وإسعاد الجماهير بالعودة للانتصارات في المنافسات المحلية والقارية والعبور من تلك الفترة العصيبة بسبب غياب عناصر أساسية بسبب الإصابات، إلى جانب الإجهاد العام للاعبين لضغط المباريات وتلاحم البطولات منذ نهاية الموسم الماضي. جماهير الأهلي دائما تراهن على شخصية لاعبيها في الأوقات الصعبة وحسم المباريات ومن ثم البطولات بشخصية البطل، وهو ما تعاهد عليه الجميع للعودة من جديد للانتصارات واعتلاء منصات التتويج. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه عندنا مجموعه كبيره من الموضوعات المتعدده والملفات المختلفه كلها متعلقه بالنادي الاهلي سواء اداريا او فنيا، هنتكلم فيها وفي اكتر منها كمان بكتير من خلال فقرتنا دلوقتي اللي منورنا من خلالها الزميل العزيز الناقد الرياضي خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. صباح الفل عليكم منورنا. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل على كل الاهلاويه، صباح الفل عليك يا نهاوند. صباح الخير يا خالد، منورنا وبتنورنا دايما، والتحليلات ما فيهاش مجاملات والكلام الواضح.
بس اسمح لي قبل ما نروح لهذا الملف طبعا والمباراة وتفاصيلها وكل الكلام ده والاستعدادات وكلمة كابتن محمود الخطيب، انا عايزة اروح معاك وكلمة تنقلها بصورة يعني واضحة للجمهور عن اهلي الاقصر، وهنختم بيها بقى هذا الملف، لان خليني اقول لحضراتكم الكثير ممكن ان هو يقال، ولكن يعني علشان ما نتكلمش في نفس الموضوع كتير في الحلقة، انا بس عايزة اخد من حضرتك الصورة اللي شفتها، وهل فعلا وانتوا رايحين كنتوا متوقعين، وانت كنت في طيارة الخاصة مع يعني اعضاء مجلس الادارة، هل كان الحديث بيدور ان الصورة اللي انتوا شفتوها هي دي فعلا اللي كانت متوقعة ولا لا؟ طيب خلينا ارجع معاك لورا كده شوية. انا كنت من المحظوظين اللي حضروا افتتاح النادي الاهلي زايد، ودي حاجات بالنسبة لنا تاريخية تاريخية، لان فرع للنادي الاهلي الجديد، مش فرع دايما على فكره في النادي الاهلي، كل المسؤولين في النادي الاهلي ما حبش يقول فرع الشيخ زايد، فرع مدينه نصر، بيقول اهلي زايد، اهلي مدينه نصر، اهلي الجزيره، اهلي الاقصر. فلما انا في تاريخي المهني احضر الشيخ زايد واحضر الاقصر، واتمنى ان انا احضر زي ما الكابتن محمود الخطيب قال ان الاقصر دي البدايه، فاتمنى ان انا احضر في كل الاماكن اللي النادي الاهلي بيستهدف ان هو يكون متوسع فيها وان يكون موجود فيها. النادي الاهلي موجود، فرع النادي الاهلي موجود في كل بيت، مش موجود في كل بيت في مصر، في كل بيت، في كل محب في العالم عنده فرع للنادي الاهلي. فوجود النادي الاهلي في الاقصر دي خطوه مهمه جدا على جميع الاصعده. من ناحيه انا كنت متوقع ولا لا، كنت متوقع ان النادي الاهلي بالشراكه مع استادات يطلعوا بالشكل ده، ما ينفعش الا لازم الشكل ده يطلع لما يكون في كيان بحجم النادي الاهلي وكيان بحجم شركه استادات، لابد ان يكون المنظر اللي الناس كلها شافته والناس كلها مبهوره بيه. عجبني جدا جدا رد فعل الناس الاعلاميين، كنت بشوف التقرير اللي كان معاكم للاعضاء اللي كان في الأقصر. انا نادرا، عايز اقول لك انا كواحد لما بقعد اتفرج نادرا لما بقعد اسمع اراء الاراء في الشارع والاراء، ليه؟ لان دايما كلام عن النادي الاهلي بيبقى واضح وايجابي وكل حاجه، بس لما بتحس بقى وتشوف كميه المشاعر اللي طالعه من كلام الناس وفرحتهم قد ايه بوجود النادي الاهلي في الاقصر، لا فرحه غير مصطنعه، وده اللي نقلته بقى قناه الاهلي. طبعا فرحه منتظره من الناس، الناس تحس ان كان في حبيب غايب ورجع لهم، النادي الاهلي موجود في الاقصر، دي خطوه مهمه جدا ولازم فعلا. النادي الاهلي دايما متطلع، النادي الاهلي ما بيقفش في مرحله او يقول لك انا نجحت وخلاص ابدا افرح باللي فيه، دايما في الكوره وفي الانشاءات بتلاقي النادي الاهلي يقول لك احنا قفلنا الصفحه وبندخل في صفحه جديده طبعا. فدي نتمنى ان الصفحه الجديده اكيد النادي الاهلي مستهدفها وعارف هي فين وهيعلن عنها قريب اكيد، انما الشكل اللي قدامنا ده شيء مشرف دايما. تعال بقى نروح على المباراة المهمة المرتقبة أمام بيتا كلوب إن شاء الله، وطبعاً كابتن محمود الخطيب بمجرد العودة من الأقصر وقبل سفر اللعيبة إلى الكونغو كان حريص كل الحرص على الاجتماع بيهم وإن يقول لهم كلام من النوع اللي يشد الأزر واللي يأكد لهم على إن إحنا، ودي الجملة اللي أنا شخصياً وقفت عندها كتير، إن إحنا ما كانش المفروض نبقى في الوضع اللي إحنا فيه لكن كلنا ثقة فيكم. الجملة دي لوحدها دلالتها إيه من وجهة نظرك؟ طب اسمح لي إن ناخد برضو كلمة للكابتن محمود الخطيب قبل ما أدخل على الكرة. كابتن محمود الخطيب في كلمته في الافتتاح الاقصر قال شكرا لجماهير النادي الاهلي. انت بتفتتح منشاه، خد بالك يعني دايما اللي انت بتستهدفه في الاول هو اعضاء الجمعيه العموميه الموجودين، انما تقدير قيمه الكابتن محمود الخطيب لدور جماهير النادي الاهلي في ان يكون في فرع، يكون في اهل الاقصر واهل مدينه نصر، ده قد ايه عارف ان دور الجماهير نفسها ان يكون انت موجود ليك كيان في كل مكان. الجماهير هي اللي بتدي للنادي الاهلي القيمه التسويقيه الكبيره على فكره، اي نادي بيقاس قيمته التسويقيه بجماهيره، فمسانده الجماهير وتقديم الكابتن محمود الخطيب لكلمه الجماهير في افتتاح فرع ده شيء مش سهل، ده تقديم للتعظيم، تعظيم جمهور النادي الاهلي ودورهم الكبير قد ايه في ان يكون النادي الاهلي مترسخ في كل مكان ويكون منتشر في كل مكان، دي جزئيه كان لازم ان انا اتكلم عنها. اما بقى وجود الكابتن محمود الخطيب في التمرين الاخير للفريق قبل السفر للكونغو اكيد دي دلالات مهمه، ان الكابتن محمود الخطيب عارف ان المهمه، ما بحبش اقول مهمه صعبه، يعني النادي الاهلي اصلا بيعدي، المفروض ان احنا عارفين النادي الاهلي بيعدي المستحيل، فصعب النادي الاهلي كل البطولات، ما فيش بطوله بتاخدها سهله،
والا ما كانتش كلمه بطوله اطلق عليها كلمه بطوله. النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي داخل البطوله كلها هو حامل اللقب. طبيعي انك تعدي بمطبات صعبه، طبيعي ان يكون عندك محطات صعبه، خاصه بقى لو انت على راي الكابتن محمود الخطيب انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده بايدك، بايدك انك كان المفروض مثلا ان انت كنت لو كنت كسبت، ما بحبش كلمه لو، بس لو كنت كسبت فيتا كان الموقف اتسهل شويه، انما يمكن ده حصل تدابير من ربنا انك تطلع او تعدي بمطب صعب عشان تدرك قيمه الوضع اللي انت فيه وتعديه، وتحس انك لما تعدي فيتا احنا بذلنا مجهود كبير وعدينا مرحله صعبه، فلابد ان احنا نحافظ عليها عشان نفضل مستمرين في طريقنا نحو البطوله. فدي يمكن يكون دي الحكمه في الموضوع. الكابتن محمود الخطيب في كلامه ان لازم انك تكون موجود في الكون هو بشخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي دي كلمه تحمل الكثير من المعاني على فكره. شخصيه النادي الاهلي هو البطل، هو المتسيد، هو اللي في ايده زمام المبادره، هو اللي بيهاجم، هو اللي بيسيطر على مجريات اللعب، هو النادي الاهلي اللي بيخوف بره وجوه، هو اللي ما بيفرقش معاه جماهير، ارض، طقس، ما بيفرقش معاه اي حاجه خالص، هدف واحد قدامه هو اللي لازم يحققه. فكلمه شخصيه النادي الاهلي ضروري ان هي كانت تتبروز زي ما الكابتن محمود الخطيب بروزها قبل سفر اللعيبه للفريق. حلو جدا. انا هروح انا وكريم معاك فاصل سريع وهنرجع بقى نخش في التفاصيل. ماتش مصيري يوم الثلاثاء ان شاء الله، هنعرف بالظبط كده يعني وجهه نظرك في التشكيل وفي التفاصيل ونفسيه اللعيبه وغيره وغيره. طبعا كمان عايزين نتكلم عن الفريق الاخر فيتا كلوب برضو، بس بعد الفاصل. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، يوم الثلاث هيبقى أكيد يعني يوم مصيري. إحنا بنتكلم إن إحنا نتمنى وكل جمهور النادي الأهلي منتظر من الفريق الفوز، مش عايزين التعادل، رغم إن التعادل برضو مش هيضرنا، ولكن إحنا بنأمل في الفوز. يوم الثلاث يا خالد، إزاي بتشوف يعني مفروض نخلي بالنا أو نحذر من إيه؟ وإزاي بتشوف الأداء من وجهة نظرك؟ طبعا إحنا في الأول في الآخر الكلمة الأخيرة للمدير الفني، ولكن إحنا بنحاول نجتهد. هل احنا مفروض نتوخى الحذر من الاول وندافع، ولا المطلوب ان احنا نهاجم من الدقائق الاولى من وجهه نظرك؟ لا، هو المفروض ان يكون البدايه متوازنه شويه، بس انت يكون ليك الغلبه، بمعنى انك ما تبانش انك خايف، لانك ما فيش حاجه تخوفك. هو فريق كويس، انما انت لو رجعت لمباراه الذهاب هتلاقي ان نسبه الاستحواذ وصلت احيانا في بعض الاوقات ل 70% ل 30%، مع استحواذ وخطوره، مش ما كانش استحواذ سلبي. احنا كنا على الاجناب بنوصل عرضيات، بنلعب كرات كويسه، بواليا كان بيطلع ياخد الكرات، يعني مش استحواذ بس انك مجرد معاك الكوره والفريق اللي قدامك زي ما بيقولوا كده راكن الاتوبيس، حاطط راس لعيبه قدام منطقه الجزاء وانت مش عارف تخترق. لا، انت بتخترق، انت كنت احيانا بتوصل لمنطقه 6 يارده. فمعنى انك تقدر تستحوذ على الكوره قدام منافس، ده اكيد انك امكانياتك اعلى. وطبيعي احنا مش مستنيين ان احنا نقيس على مباراه الذهاب ونعرف ان امكانيات النادي الاهلي اعلى من امكانيات فيتا. انت لازم تروح بالثقه دي، بالشخصيه دي، انك يكون معاك زمام المبادره من الاول. وليه ما تسجلش من الاول؟ كل ما هتسجل هو حاطط في دماغه. وعلى فكره المدير الفني كمان هنا بعد المباراه قال احنا هيكون لنا خطه واستراتيجيه ثانيه خالص غير مباراه الذهاب. في مباراه العوده قد يكون ان هو يفكر يهاجم، وده شيء كويس بالنسبه لنا. لو هو فكر انه يهاجم النادي الاهلي، النادي الاهلي هيكون فيه مساحات اكبر. هو لما كان بيلعب بتحفظ دفاعي كان عنده مساحات كتيره، ما بالك لما هو يفكر انه يهاجمك؟ لا، هيكون عنده المساحات اكبر، والمساحات الزحمه اللي في منطقه الجزاء هتخف اكتر، فهيتيح قدامك الفرصه انك توصل للمرمى اكتر واكتر. وبالتالي انت اكيد اول 10 دقائق او ربع ساعه هتشوف دماغ الراجل دي فيها ايه، الفريق ده هيهاجمني ولا هيدافع ولا هيعمل ايه بالظبط، ده هيتوقف عليه انت هتكمل ازاي. انما لو من وجهه نظر انا، انت افرض شخصيتك من الاول، انت اجبر عليه خطه لعب، خطتك واسلوبك، ما تستناهوش هو هيعمل ايه. هو عنده بعض الحاجات اللي بتكون بتشكل، مش هقول بقى في المباريات اللي فاتت، لا، على المباراه بتاعتنا احنا، شكل خطوره من الكرات العاليه، ودي كانت نقطة سلبية عندنا، إن كان في كرات بتطلع مباشرة عالية في قلب الدفاع عندنا بين ياسر إبراهيم وبين بدر بنون، كانت بتشكل أزمات. ويمكن في كرة خطيرة طلعت من حارس المرمى مباشرة، ودي نادرا لما تحصل في الفرق الكبيرة، كرة مباشرة من حارس المرمى تعدي الدفاع توصل للمهاجم، المهاجم يشوط، ف
فالحارس لولا تألق محمد الشناوي كانت ممكن تبقى الهدف. فاكيد الحاجات دي على الارض الجيل الصناعي بتفرق، الكره العاليه بتفرق في تقديرها كمان للعيبه، فلازم اللعيبه تاخد بالها. الكره بتبقى ساعات كتير سريعه على الجيل الصناعي اسرع من المعدل الطبيعي، فاكيد ياخدوا بالهم من الكلام ده. اختراقاتهم من الناحيه الشمال كانت بتحصل برضه في المباراه اللي فاتت، علشان شويه كان ما كانش فيه التركيز شويه، لان طبعا احنا عارفين محمود وحيد خرج، فنزل بدل ايمن اشرف راح ناحيه الشمال ولعب ياسر ابراهيم، فكان لسه ياسر ما خدش الانسجام الكافي مع بدر بنون، فبان الحته دي، بان الجزئيه دي كان فيها سلبيه. اعتقد ان موسيماني، اتاكد يعني متاكد ان موسيماني واخد باله من النقط دي واشتغل عليها خلال الفتره. انت بتقول ان هو يعني كابتن موسيماني بيقول ان المباراه العوده هيبقى لها استراتيجيه. لا مش موسيماني، بتكلم المدير الفني. عفوا المدير الفني بتكلم فكره ان لما تكون بقى، انا عايز اوصل عند بس عند كلمه الاستراتيجيه عموما، لما تكون الاستراتيجيه مش مرضيه قوي للي بيتابع، او شايف ان هي ممكن تبقى فعاليتها اقوى من كده، او ان عندك تحفظات على الفينشنج بتاعها. يعني فكره ان احنا الفتره الاخيره من خلال كذا مباراه سواء افريقيا او محليا كان عندنا تحفظات على امور بعينها، والامور دي اتكررت. لا بدا يعالجها يعني، هو لما كان تحديدا خلينا نقول في سوء حظ بواليا. ليه بنقول سوء حظ؟ لان لما المهاجم يكون متمركز كويس، بيوصل كويس، بيخلق مساحات، بيكون في اللمسه الاخيره مش مساعداه، او حظه او عليه ضغوط كبيره، فانت تقول بقى ساعتها ده سوء توفيق. فهو بدا يريح او يشيل الضغوط شويه من على بواليا، وبدا يلجا لمحمد شريف. محمد شريف خلينا نقول انه تحركاته كويسه، دؤوب، بيحاول انه يخلق لنفسه مساحات. شفنا في مباراه الاسماعيلي على الرغم ان احنا كنا خلينا نقول متراجعين شويه في الاداء في الشوط الاول، الوحيد اللي كان بيقاتل ويحاول في كل كوره في الشوط الاول كان تقريبا محمد شريف، هو اللي كان بيقاتل ويحاول يخلق لنفسه مساحه او يوسع مساحات لزمايله في الشوط الاول. انعكس ده في الشوط الثاني لما غيرنا الاستراتيجيه وبخروج بواليا ونزول مروان محسن. ده تغييرات بيعملها موسيماني، انه خلاص شيل الضغوط من على بواليا شويه، وكمان في جزئيه ان هي ماشيه شويه مع شريف او محظوظ شويه، ممكن محظوظ جوه الملعب، هو ما كانش محظوظ ان موسيماني قعده، انما محظوظ جوه الملعب شويه، بيسجل، بيخلق فرص، جاب ضربه جزاء الماتش اللي فات، يعني تسبب في ضربه جزاء الماتش يعني ماشيه معاه. فهو طبيعي ان لما يكون في حد عندي لاعب ماشي معاه شويه، حتى لو انت كنت مقتنع ان انت كمدير فني مقتنع ان اللي انت هتنزله ممكن يكون اعلى نسبيا منه، انما ده معاه التوفيق، سيب اللي معاه التوفيق، لان في النهايه انا كمدير فني يهمني ان انا اوصل للنتيجه اللي ترضي جماهيري وترضيني وتخليني احقق المطلوب طبعا. وعليه اعتقد يعني انه مش هيكسر الموضوع ده، وهيكون شريف موجود، واتوقع ان شريف ان شاء الله يتالق معه. ممكن على فكره وارد زي ما عملها في الشوط الثاني في الاسماعيلي، يلعب بمروان على يلعب الكرات العاليه، لان هم عندهم مشكله فعلا دفاعيا. قد يكون او يبان من بعض الارقام ان هم دفاعيا كويسين، لا هو حارس المرمى كويس قوي، انما لو ما تكلمني دفاعيا كويسين، لما كل الكرات العرضية اغلبها انت بتاخدها العمق، انت بتاخد الكرات، انت بتوصل للعمق، فانت محتاج بقى اللعيبه كويس يعني عندها حظ على الجول. فممكن يكون شريف الحظ او التوفيق ابتسم لمروان مؤخرا، فممكن مروان كمان ينزل يسجل. مروان عمل محسن كمان عودته للتهديف، هيكون ليه دور اكيد. فعندنا خد بالك في جزئيه الناس بتتكلم عنها على الاداء في مباراه الاسماعيلي، وان في جزئيه مهمه لازم نسلط الضوء عليها، هي هتتعلق في المباراه دي، ان ما كانش عندك باك شمال. هو بالمناسبه هو معظم التعليقات بتكون متعلقه بالاداء مش بالنتيجه. لا ما هو الاداء ده سببه انت في جزئيه مهمه جدا. طبعا احمد بكم عمل مباراه في حدود امكانياته بنهنيه عليه، انما راجل مش عدلته باك شمال. انما ايمن اشرف وجوده في قلب الدفاع ليس تقليدا من ياسر ابراهيم، انما انت فريق اصلا بتعتمد على التدرج بالكره السليم على الارض من حارس المرمى مرورا بالدفاع بكل خطوطك. عندك اللي بيبني كويس قوي بدر بنون، واللي كان بيتسبب في الكرات الكويسه جدا اللي هي بتخرج، وكمان ساعات كان بيبقى فيه كرات مباشره بصناعه ايمن اشرف من قلب الدفاع، ده كان بيساعدك في صناعه الفرص. ده انت افتقدته في مباراه الاسماعيلي، ثم
افتقدت كمان وجود باك شمال يقدر يصنع الفارق وانه يطير مع الجناحين اللي معايا، فاصبح على اجاهي مثلا عبء انه ينزل يغطي مع بيكهام، وانه كمان بيكهام ما بيقدرش يصنع الفرص لتقدم اجاهي. فانت عندك حاجات ما كانتش موجوده، عندك حاجات هتتوفر معاك في مباراه فيتا ما كانتش موجوده في مباراه الاسماعيلي. وعشان كده انت كمدير فني غيرت الكلام ده في الشوط الثاني ونزلت مروان وخليته جنب محمد شريف عشان يخلق مساحات للي جايين من ورا، عشان كده نزل صلاح محسن جاب جول. فهي دي الفكره، الفكره انك تقدر تستخدم الاوراق اللي معاك امتى وازاي، هي دي اللي كانت شويه فيها بعض التحفظات على موسيماني. لكن انا من وجهه نظري ان الراجل داخل في اوقات كتيره جدا مضغوطه، علشان تستخدم كل اوراقك لازم ما يكونش عليك ضغوط كتير، انما هو ده لازم يعرف ده. انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي لازم تستخدم اوراقك بسرعه وتستخدم. هقول لك كمان على حاجه، يعني ناس كتير من الجمهور كانت بتطالب يقول لك انا عايز اشوف تشكيل نهائي للفريق. طب ما هو تشكيل نهائي للفريق ده صعب دلوقتي ان هو يعني يبان لنا من خلال موسيماني، لان اصلا الوضع حاليا مش افضل شيء من ناحيه الغيابات سواء اصابات او توقف. فالوضع دلوقتي ما اقدرش اطالب المدير الفني بتاعي يديني التشكيل النهائي لان صعب، يعني ده او يكاد يكون مستحيل. احنا لو شفنا هنلاقي ان الراجل بقدر الامكان بيثبت في التشكيل، بتلاقي محمد الشناوي في وقت، بتلاقي محمد عمالين يقولوا لنا تايم. بس انا معلش هستاذنك، انا عايزه رساله اخيره انا وكريم تقولها لجماهير الاهلي بمناسبه بقى الماتش القادم يوم الثلاث، هنختم بيها. طيب هي رساله مهمه بالنسبه لنا، اتفضل. ان دايما جماهير النادي الاهلي في المواقف الصعبه دي دايما بلاقيها على السوشيال ميديا ترندات بتتصدر، الهاشتاج بتصدر التويتر لمده يومين دايما، رجوله لعيبه النادي الاهلي، البطوله يا اهلي، شد حيلك يا اهلي. انا شايف، وده شيء مهم على فكره، شايفهم انشغلوا الفتره اللي فاتت بموضوع مين هيعلق على المباراه. اوكي ده دورك، اكيد اكيد دورك، وانت حقك انك عارف ان في حد ما بيحبكش انت عايز تستبعده من يكون موجود، وان انت كجمهور شايف ان في مرحله من العناد بتصدر لك كل مره، كل ما بترفض شخص بعينه بتلاقي في اصرار يكون موجود معاك. تمام، كمل في دورك، انا لا احجر على رايك في ده، وانا مشجعك وانا معاك في ده، انما بالتوازي لابد ان يكون في ترندات وهاشتاجات للعيبه عشان ما ننساش دورنا الاساسي هو تحفيز اللعيبه ونقف وراهم. بس اوعى برضو تتنازل عن دورك اللي انت بتعمله دلوقتي، هو الاثنين بالتوازي مع بعض. ان شاء الله ربنا يكرم ويصلح الحال، وان شاء الله حلقه الاربع نهواند تبتديها لنا بجمله صباح النصر. صباح النصر، ان شاء الله نورت الدنيا يا خالد بعد وجودك معانا. لا انت اللي هتختم الفقره. انت شايفه كده؟ لا يا فندم، لا. طيب حس كده بقى يا اخوانا، نحب نقول لكم ان احنا للاسف الشديد يعني وقتنا مع حضراتكم في حلقه النهارده انتهى، بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء. قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح